الملك محمد السادس قام اليوم بالرباط بإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد ابن سينا، وهو مشروع مستقبلي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة بقدرة إسعابية تفوق 1000 سرير. ويندرج هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي القوي الذي يتطلب تعبئة استثمارات مالية تفوق 6 ملايير درهم في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية الحالية للمملكة. ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه العاهل المغربي لقطاع الصحة من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على الخصوص وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين. كما يشهد إنجاز هذا المشروع على الدور المركزي الذي يوليه الملك محمد السادس لتعزيز قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزم الملك على ضمان تمكينهم من تكوين ذي جودة يساير التطور العلمي والتكنولوجي المسجل في مجال العلاجات والوقاية والحكامة الصحية، ذلك طبقا للمعايير الدولية.